Bad luck. كيف يعني bad luck؟ وهو كان موجود بمكانين صار فيهم أحداث خطيرة وبفترة محدودة كمان. أنت بتعرف كم عملية صار هذا الشهر؟ يعني الواحد عشان شغله ممكن يكون في اثنين منهم. وأنا كمان عشان شغلي اتعلمت إنه ما في إشي اسمه bad luck وما في إشي اسمه صدفة. Jack, you need to believe me. I trust him. بأمن عليه. ما تحلي غيرتك منه. يحليك شكك. You're really important to me. حللي هالموضوع. بليز مانويلا. أنت ما تخلي علاقتك فيه تأثر على شغلك. وما تخليه يهد كل اللي أنت بنيتيه. You told me before that he's a good guy. خليني أنا أكتشف هذا الحكي. وبليز ما تحاولي تتصلي فيه إلا لما أنا أحكي لك. تمام؟ البيت فاضي وماكو أحد. وين حسن؟ من ساعة ما دخل ما عاود طلع. المشكلة إنه الزلمة ما عم بيساعد حاله بالردود اللي عم بيقولها يا ميشيل. يعني بالظروف العادية كانوا سألوه كم سؤال وتحروا عنه وطلعوا، بس طريقة المستفزة هي اللي راح تخلي الموضوع يطول. خليل يا زلمة ضلك جنبه. هلا كلنا راح تتركه لك. نحن بدنا نعمل ريبورتاج مهم. زي ما رجال بالسجن ما في ريبورتاج. ريبورتاج مهم عن عبد السلام. بيك تايم. يس بيك تايم. ليك الرجال اشترك بالحرب الإيرانية. ابنه مات بالقصف. The other son used to be a terrorist. الصامد الهيك حقها مصاري وكتير. يعني أنا إذا ساعدته يطلع؟ أنا عم ريبورتاج. He gave me the money. I'll give you yours. معشرة. معشرة ومستوية. So we're good. Good. We're good. Good. سيف مش هيرجع غير لما خلص التكليفات اللي راحت له هو وزمايله. خلاص يا فريق، يبقى نحرك فريق الإخلاء ونرجعه غصب عنه. سيف بقى عميل خارج عن السيطرة، وارد جدا يضر نفسه ويضر العملية كلها وهو فاكر إنه بيعمل شيء عظيم. وارد إنه ينجح في اللي هو بيعمله. أنت عارف تغيير قيادة القاعدة في العراق على إيدين واحد مصري إحنا ما نعرفش عنه حاجة يعني إيه؟ في نفس الوقت اللي فقدنا فيه أسامة الله يرحمه اللي كان مصدرنا جوه التنظيم. إحنا لازم نعرف مين أبو أيوب المصري. وإيه الخطط اللي بيجهزوها لمصر؟ إحنا شغالين على عناصر جديدة في التنظيم يا فندم. اسمع يا أكرم، أنا ممكن أكون ضد الطريقة العاطفية اللي سيف بيتصرف بيها، لكن مش معقول يكون بيننا وبين معلومة مهمة زي دي خطوة ونسيبها ونمشي. سيف يتقدم له كل الدعم والحماية لغاية ما خلص مهمته، ولما يرجع نبقى نتحاسب. تحت أمرك يا فندم. إنه أدرك خطأه الآن. يجب علينا أن نساعده أن يصححه ونسهل له طريق العودة إلى أهله، ولنا الأجر والثواب. ولكن قبل كل شيء علينا أن نتأكد من الطبيب البيطري أنه غير مصاب بالسعار الذي أصاب كلاب الشوارع الضالة التي عاش بينها زمنا طويلا. بعدها نتوكل على الله ونعيده إلى أهله. سوف أذهب إلى الطبيب في مستشفى الحيوانات يوم الأربعاء في الخامسة مساء لأستطلع رأيه. عندها سيتضح كل شيء. تمام،
رسالة من عند أسامة. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.